بعض اللاعبين. انا في رايي ممكن. طيب خلينا ناخد استاذ محمد سراج، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي او فريق 2006 للنادي الاهلي اللي بيلعب في الامارات في البطوله الدوليه الوديه في الامارات. استاذ محمد ازي حضرتك والف مبروك. ربنا يخليك، اخبارك يا كابتن اسلام؟ حياتي ليك. الله يخليك محمد تشريش، كابتن اسامه حسني ودكتور احمد حسني. الله يخليك. يعني استاذ محمد، اولا يعني لسه كان الكابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم بعد نهايه المباراه الاهلي والانتاج الحربي وفوز النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء، قال ان النادي الاهلي دايما بيرفع اسم بلده عاليا في كل المحافل الدوليه، وده كان واضح الحقيقه في هذه البطوله. بتلعبوا فرق قويه وبتلعبوا فرق مهمه جدا في العالم كله، ولكن بيحصل او بيستطيع فريق 2006 ان يحصل على الكاس الفضيه في هذه البطوله. دي حقيقة، والله الحمد لله الواحد يعني بيتشرف بكده. والنادي الأهلي دايما يعني كفرق الفريق الأول أو الفرق الكبيرة والفرق الناشئين عندهم نفس الطابع ده، طابع الإصرار والروح لآخر ثانية والقودة والتعريف. النادي الأهلي فعلا يعني الواحد مش بيبالغ، بس الواحد شافه في الدورات الصغيرين بشكل يعني ما يقلش أبدا عن الكبار، واخدين الموضوع بجدية، بيلعبوا بقلب، يختاروا ماتش بيبقى فيه عياط وحرقه ان هم ازاي يختاروا، رغم ان هم بيختاروا مثلا من فرقه كبيره. يعني احنا خسرنا يمكن ماتشين من سيلتا فيجو اللي هم خدوا البطوله، خدوا الكاس الذهبيه، وخسرنا 2-1، هم دول اللي كسبوا البطوله في النهايه. سيلتا فيجو نعم. والمباراه الثانيه اللي خسرناها كانت برشلونه امبارح بعد 16، دي يعني كانت مباراه الكل واشد من النادي الاهلي، كان حتى الاستحواذ تقريبا لعب على القناه. يعني الاستحواذ كانوا عاملين ماتش هايل، والاستحواذ كان كله من نصيب النادي الاهلي، وضاعوا فرص وعملوا كل حاجه. انا وحضرتك بتتكلم، احنا معانا لقطات مباشر يعني حصريه جت لملعب الاهلي او بعد الفوز بالكاس الفضيه، اتفضل يا فندم. الحمد لله. فطبعا هم مشوا في البطوله كويس جدا، وبعدين انتقلنا للعب على الكاس الفضيه بقى. الحمد لله كسبوا كل المباريات لحد ما وصلوا للمباراه النهائيه. كانت قدام ليفانتي، فرقه قويه جدا ومنظمه جدا ومن الفرق القويه اللي في البطوله. الحمد لله يعني الولاد تقدموا عليها 1-0، وبعدين ضيعنا احنا بينالتي وجينا جون تعادلنا 1-1، ولعبنا بقى ضربات جزاء، والحمد لله ربنا اراد يعني بقى يتوج بقى كل المجهود بتاعهم والتعب بتاعهم بالبطوله كانوا يستحقوها يعني. تمام. يعني ايه اللي استفدناه من هذه البطوله فندم؟ لا طبعا استفادات كتير جدا يعني انا شايف ان البطوله دي حتى الاستفاده الاكبر من البطوله طبعا انت تاخد البطوله دي حاجه كبيره وحاجه كويسه، محفل دوري زي ده وكل الفرق العالميه معاك، لكن الاكثر من كده ان انت احتكاك بقى بالفرق دي والخبرات اللي الولاد الصغيرين بياخدوها في المرحله العمريه دي لما بيلعبوا فرق كبيره من اوروبا وحتى من امريكا الجنوبيه وفرق الاستراليه يعني. اعتقد ده احتكاك اكتر من هايل ليهم، بيتشافوا كويس ماتشات. يمكن الحمد لله احنا برضو بنشكر قناه الاهلي كان فيها يعني فضل ان هي تضيع لقطات مهمه ومباراه مهمه بتاعت برشلونه. الماتشات برضو كانت متذاعه على قنوات اوروبيه يعني. نعم. برشلونه كان زايع، نادي ريال مدريد كان زايع الماتشات، هنا كانت دبي الرياضيه زايعه. فالحاجات دي برضو بالنسبه للولاد وبالنسبه للنادي مهمه، هم بيتشافوا بشكل كويس وبيحتكوا بالناس دي، وطبعا ده اكيد بيرفع من مستواهم يعني. هم في نفس الوقت يعني هم حاسين الحمد لله، ودي حقيقه ان هم ما يقلوش عن اي فرقه هنا النادي الاهلي. لما يجي يتصنف هو بيتحط في مصاف الفرق دي يعني، مع كامل احترامي يعني طبعا يعني كل الفرق المصريه والافريقيه، بس النادي الاهلي لما بيتحط في مكانه بيتحط مع الانديه العالميه يعني. هو ده تاريخ النادي بيقول كده، وحجمه بيقول كده، واستقبال الناس لينا هنا وكلامهم معانا بيقول كده يعني. وحتى يمكن بعد ماتش برشلونه رئيس بعثه برشلونه اللي هو مستشار رئيس النادي لكره القدم، الراجل يعني اثنى بشده وشكر بشده النادي الاهلي، وقال احنا يعني نتمنى زيارتكم لينا في اي وقت، ومرحب جدا بالتعاون مع النادي. في حاجات كتير، استفادات كتير حتى بجانب مباريات وبجانب البطوله، تعاون مع انديه كبيره زي دي. اعتقد ده يعني حتى الاتجاه اللي واخده مجلس اداره النادي الاهلي واخد كابتن خطيب ان النادي دايما يبقى يعني في الجزئيه بتاعه الانديه العالميه هي اللي شكلها. يعني نتمنى لكم يا رب كنتوا هترجعوا بالسلامه امتى يا استاذ محمد؟ احنا ان شاء الله راجعين بكره باذن الله بالليل يعني، ان شاء الله طيارتنا وبكره بالليل نوصل يعني 12 بالليل بتوقيت مصر ان شاء الله.
صرفتوا بقى مكافآت للأشبال دي ولا المكافآت للكبار بس؟ لا لا لازم فعلا هدبسك على الهواء اهو. لازم ياخدوا اكتر من الكبار دول يعني. بيني وبينك لازم. بيني وبينك لازم يعني. لا بصراحه يعني هم تعبوا جامد، ويعني اللي اتفرج عليهم يشوف. انا اللي عاجبني اكتر هم التقنيات عندهم عاليه. اكتر من اي فيهم ما شاء الله يعني كويسين وهايلين. بس اللي عاجبني فعلا جدا ان هم اخر لحظه هم هيكسبوا، يعني هيكسبوا ان هم حاطين دماغهم. انا نازل اكسب بيموت نفسه. ده الاساس في النادي الاهلي او في كل الفرق في النادي الاهلي الحقيقه. دي ده طبع النادي، ده طبع النادي اللي هيفضل موجود بالظبط. واللي هيفضل يا كابتن اسلام هو ده اللي بيميز النادي الاهلي مع احترامي عن اي نادي تاني. هو ده اللي هيفضل، وهو ده اللي بيكبر، وهو ده اللي بيزيد مع النادي الاهلي. وهو ده اللي بيخليه في حته ثانيه، ودي جماهيريته ودي شعبيته ودي احترامه بين الناس كلها، ان هي وزي دي مش موجوده عند اي حد تاني الحمد لله. يا رب دايما بالتوفيق يا استاذ محمد. الاستاذ محمد سراج رئيس بعثه النادي الاهلي مواليد 2006. الحقيقه اللي من الواضح ان هم عملوا شيء رائع في بطوله دبي الدوليه الوديه، والحقيقه حاجه جميله جدا.